قبل أن أدخل القاعة صراحة اتخذ جميع الإجراءات الطبية من فحص الحرارة من الجلافز، كل الجهود موجودة، وبالعكس كل الشكر والتقدير على هذه الاهتمام الرائع في الحالة الصحية للحفل. طبعا استقبلونا بقياس درجة الحرارة وبعض التعليمات، ما قصروا ان خلوا هالشيء امامهم وفي هالاحتفالية وبهالحضور القوي. طبعا يشكرون، هذا هاجس عند الجميع اليوم، لان هذا مو مجرد فيروس، انه وباء، يعني وباء عالمي، والله يكافينا الشر جميعا، والاحتياط واجب. فجميل ان احنا نشوف جمعيه المحامين تتخذ هذا الاجراء، وهم قانونيين بالنهايه، يبون كل شيء قانوني، يبون كل شيء رسمي، فنشكرهم على رعايتهم ايضا لضيوفهم واهتمامهم بالصحه وايضا اهتمامهم بالاحتراز الوقائي. يعني طبعا احنا تم فحصنا قبل دخولنا هنا، العدد محفوف جدا، حضور جدا بسيط للاحتواء الموضوع يعني، واحنا نتفهم هذا الشيء وبالعكس مصلحتنا، لكن انا اعتقد يعني الكويت دائما دايره بالها والكل موجودين متحرصين ان الوضع يكون شويه حساس. اي هذه الشجاعه، واول ما دخلت حييتهم بهذه البادره. صحيح انه ينبغي ان نتماشى مع اتجاه الدوله، هذا اليوم المهم لابد من ابرازه في مثل هذا الموقف الرائع، مع مراعاه تعليمات الدوله في الحفاظ على صحه المواطنين والمواطنات. تحية من القلب، مبادرة شجاعة. تفاجأت بالكشف الطبي أول ما دخلنا، بس طبعا يعني هذا شيء يدل على اهتمام جمعية المحامين الكويتية ومواكبتها حق أي تطور قاعد يصير في المنطقة. أحب أشكرهم بعد على هالشيء، لأن هم حريصين جدا على سلامة الزوار والضيوف المكرمين. في البداية أول ما دشينا سووا لنا فحص وكشف وقياس حرارة، وحب أشكرهم على هالشيء، لأن أنا جدا فرحت لما شفتهم يسوون هذه الأشياء الوقائية. صح، أي شيء فعلا لفت الانتباه، الحرص أيضا على الصحة العامة وعلى سلامة الآخرين، بالإضافة إلى الفعاليات الاجتماعية اللي هي التشيك على الحرارة، درجة حرارة الحضور.